السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد على قناتي ومع فيديو جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا هاد التصاور ديال المقدمه كيفكرونا في البلاد، تصاور ديال بعض الاماكن اللي كنت فيهم هاد الصيف هذا. اذا هاد الفيديو عنده علاقه بالبلد ديالنا بالمغرب، ان شاء الله نقدم لكم المنتوجات اللي انا كنجيب معايا من المغرب في هاد الفيديو. بركة الله هاد التويمرات هادو اللي ماشي عاد خرجوا هاد العام، خرجوا العام اللي فات بطبيعة الحال، انا كنت جبتهم العام اللي فات شي وحدين. هاد العام زادوا طوروهم، كاينين بالشويشات، كاينين اشكال وانواع، واعرين في الصراحة، هكذا خفيفين في الصيف، ما كيصهدوش حيت خفافين وغزالين استعمال اليومي. هاد البخامات هما كيعجبوني نجيب منهم، ديال التركوس كيكون تويب ديالهم قطن رطيب وغزالين بالنسبة لفصل الربيع ولا الخريف، مزيونين بزاف كيعجبوني. كاينين تصيفين بالسروال القصير ومانغا كورتا، عندي منهم بالسروال القصير، عندي مانغا كورتا، كل عام تقريبا كنجيب منهم، كيحمقوني هكذا للدار وديك الشيء في هاد الايام هادي ديال اللي كتكون الخريف ولا الربيع. وهذه البخامه كانت عندي قديمه منهم، يعني قلت هي نوريها لكم، شوفوا كي كيبقاو بحال اللي جداد الصراحه، ما كيتحبوا صبن رد، كيعجبوني على داك الشيء كنجيب منهم. زعما كانت عندي هذه شي عامين في الصراحه وبقى بحال اللي جديده. هذه عندي بمانغا كورتا، وبطبيعه الحال انا ما جبتش الحوايج كاملين، فاللي كيتصبن راه كيتصبن، اللي منشور راه منشور. بطبيعه الحال من هنا شهر 8 داز الوقت بزاف، ما قدرتش نجبد كل شيء، جبت لكم اللي قدرت عليه. هادو بعض الشيله انت هما شريتهم، ديك ديال الشبكه دانكاخي، بما ان الشبكه دابا موضه عجبوني نجيبهم هاد العام، واخا من شحال هادي وما خارجين ولكن عجبوني عاد هاد العام شريتهم. هادو كانوا عندي حتى هما قدام، من انا اصلا عندي الشيلان بزاف، يعني اي نوع كيخرج كنشري منه. هادو كانوا عندي ما جبتش منهم هاد العام. هاد البرودكتوس هادو راه غتلقاوهم في داك الفيديو ديال المنتوجات اللي كنجرب وكتعجبني. الصابون البلدي ديال الخزامه، وديك كلير اند كرين صابونه ديال الرؤوس السوداء، وفازلين، وهذا زيت الخروع حتى هو كنجيبو. اللي بغى يشوف ماس المنتوجات بالتدقيق يدوز لديك الفيديو اللي كنت نزلت شحال هادي. هادي فاتيكا حتى هي كنجيبها، فيها ريحه مزيانه وكتخلي الشعر طيطب الصراحه وكتخليه مهدن. بوماده الصفراء، وخرابي ديال السعال مزيان للاطفال، هنايا نتوما عارفين ما كيبغيوش يخرجوا لنا الخرابي ديال السعله. هادو القويلبات ديال دوليبران، السخانه ما كيخطاونيش كنجيبهم معايا. وبطبيعه الحال الكحول، وداك البيرفومي ديال العبار، وداك العكاكر ديال 24 ساعه اللي كنظن ما كتخطى حتى شي دار مغربيه. وهذا كنت شاركته معكم البرودوي ديال الفارماسي. رجعوا للفيديو ديال المنتوجات وشوفوا الا بغيتوا بالتفصيل. هذه صنيدله حتى هي شريتها، بوينو شريت حتى واحده اخرى ديال الميكا ولكن ما صورتهاش. وهنايا بغيت نوريكم الطريقه اللي كنطوي بها انا الشيلان ديالي، كنلويهم بهذه الطريقه، ما كيهزوش السيتيو بزاف، يعني ما كيديوناش البلاصه بزاف، وكيبقاو منظمين ومبلانتين ومجبدين، زعما ما كيتكمشوا ما والو، طريقه مزيانه في الصراحه، كيبقاو منظمين فيها الشيلان. حتى بالنسبه للمواد ديال الاكل وديك الشيء، فبطبيعه الحال ما دركتش نصور كل شيء لان بزاف د الحاجات تسالاو لي، وهكذا كنعملهم في المجر بحال هاد الطريقه. هادي بهاد الطريقه كيبقاو منظمين في الصراحه، وكيكونوا منظر مزيان، وكيبقاو حتى محتفظين على، كيبقاو مطلوقين ما كيتكمشوش.
هذه واحد الكسيوة هي طويلة حتى الأرض ومستورة، عجبتني وشريتها في الصراحة مستورة. وهذه واحد القويمجة، مهم حنا عندنا هنا مشكلة مع الحاجة اللي طويلة ومستورة. هادو ديال مروة، ديك التيندا اللي كيعرفها. وهادي واحد الكسيوة هي طويلة ومستورة من هاد اللي خرجوا مشرطين موضة دابا، عجبتني. لبس هاد المنتخب ديال المغرب كيعجب ولدي، باش ملي كيكون هكذا لعب الفريق ديال المغرب كيشجعو دائما كيلصق عليهم. عندنا ما نشريوهم هاد اللبسات، وديال الريال مدريد تاهما. قلت راه ما عنديش شي حاجات بزاف باش نوريكم، ديك الساعه صدقوا بزاف د الحاجات، واخا اللي تكل راه تكل واللي تلبس راه تلبس واللي هذا، ولكن باقي الحاجات خير ربي. هاد الكاميسيطه تاهما والشرطه ديالهم اللي كيجيو من تحت بالمانغا وسيم مانغا، هما والشرطه ديالهم تاهما كنجيب منهم كتعطيهم لي ماما. وراتني ماما وحدين في التيندا د السيئه تاهما غزالين، الكاميسيطه د السيئه كيكونوا مزوقين ورطيبين بزاف غزالين. عطاتني ماما واحد جوج دابا نشاركهم معاكم، راه في التيندا د السيئه فن. ودابا ندوز معكم المعقول العطريه اللي ما يمكنش نمشيو للبلاد وما نجيبوهاش. بغيت نشارك معكم غير هادو ديال المرجان، حتى هما كيكونوا مزيانين. انا العطريه جبتها مطحونه على اليد في الصراحه، غير هذاك سكين جبير عطاتو لي غير ماما وصافي، كان عندها في الدار زايد. هذاك قزبر حبوب، وهذا الزعفران شعره، وهذا حتى هو شويه الزعفران شعره كان باقي لي شويه. هذه الحلبه اللي كتشوفوها هنايا حتى هي كتعجبني كنجيبها بالنسبه للرفيسه ولا شي حاجه بحال هكذا. وهذه حتى هي الحلبه. مهم العطريه كنجيب الخرقوم اكثر، هي الخرقوم. هاد الضويمه ديال الزعفران حتى هما كيعجبوني، الا عملت شي دجاج محمر ولا سكسو ولا هذا كيعجبوني، كتلقوا النكهه ديال الزعفران الحر. هذا القسط الهندي ما عرفاش علاش كيصلح، عطاتو لي ماما. هو اللي كيعرف علاش كيصلح يقول لي في التعاليق، جاها ماما من الحج في الصراحه كيقولوا مزيان. هادو كيتباعوا في الكامبو، هاد العطريه بغيت نشاركها معكم حتى هي مزيانه في الصراحه. هذا البيمينتون الروخو، هذا بيمينتا نيغرا يبزار وتحميره، فهما مزيانين. المهم العطريه انا اللي كنجيب مطحونه على اليد، كنجيب الخرقوم وسكنجبير واليبزار وكمون وتحميره. هاد وهنايا عندي هاد ايديال فاني، واخا فاني كاين هنايا في الليدل، ولكن كنبغيو نشريو داكشي د البلاد. هذاك كاكاو المر كيعجبنا نجيبو معنا هادشي من البلاد، وبالاخص كنجبر ماما شريالي، واخا كنعيا نقول لها داكشي راه عندنا هنايا كنجبرها شريالي نص. ايوا صافي كنقول ما غايضيعش كنجيبو. هذه الخميره د الحلوى كتعجبني انا في صراحه، هاد المغرب كتحمقني الكيكه، كتطلع لي الكيكه غزاله صراحة الله. العبر ديالي ديال الكيكة المعتادة عندي كنعمل الخميرة هذه الحمراء. هذه اللويزة ان صوبريس عاملة بحال شكل دمانسانية، ولكن هي لويزة. لويزة بحال هكذا كتعمل في المسخون ومزيانة في صراحة، عجبتني. شريتها من مرجان واقيلا بشي 12 درهم. هذا السمند كولينور كيعجبني دائما كنجيبو. بغيت نشارك معكم شي نهار الطريقه كيفاش نقدر نعمل، كنعمل السمن حتى هنايا. كنت قضى لي في رمضان في الصراحه وعملته في الدار، ما كنبقى ليها حتى كوتاره وحده اللي بقات لي بها باش عملت السمن، وجا غزال وباقي عندي الان. هادو الفلانيس بطبيعه الحال كيعجبوني، فلانيس المغرب بالصابوريس، وهذا جبت شي وحدين نوريكم. بغيت نشارك معكم هذا الشوكولاتي والبندق، كيتباع في مرجان مزيون فيه الصابور بحال نوتيلا. هذا الفلان يعني الفلانيس، جبت البنان، جبت الشوكولاتي الكراميل، جبت تقاضاو في الصراحه اللي بقاو لي هما اللي صورت. وما جبتش بطبيعه الحال كل شيء. هذه الهريسه لان شحال قدني جبد الكوزينه. الخل حتى هو كنجيب منه معايا، حيتاش هنايا عند القزر كاين، ولكن كيعجبني نجيب معايا. هذه الزيت الزيتون واد السوس حتى هي جبتها معايا بلديه. واخا كلشي كاين هنايا، ولكن كيعجبنا في الصراحه ملي كنهبطو كنهبطو كنقولوا علاش ما نجيبوش داكشي د البلاد، يبقى لنا وثمن مناسب. جبت اتاي
أتاي راه استعملت منه اصلا، ولكن هذا مزيون عاد شريته هاد العام، هاد مياز عاد خرج ولا ما نعرف، صدق غزال هذا كسكسو داري هو اللي كيحمقني في الصراحه، احسن من تريه، ولكن جبت حتى تريه. المهم استعملت منه متى هما هنايا، جبت هاد اللويزه هادي، هادي كتباع هكذا في البورصه ديالها في مرجان، كتعمل واقيله شي 10 دراهم، كتباع هكذا، الريحه ديالها غزاله خطيره خطيره، فن احسن اللي كتباع عند العطار. هادو عيشه، ما نقدروش ما نجيبوهمش، واخا كاينين هنايا في جميع سوبر ميركادوس، ولكن باقا كنجيب منهم بصراحه. ايوا ندوزو للقشيعات، الصراحه ما شريت بقشع هادشي كامل، هرفت عليه غير من عند ماما، غير من الكوزينه د ماما ديتو، لا ما كتقوليش لا، هي كتعطيني اصلا، كتبدا تجبد تدي هادي تدي هادي، كتبقى تعمر لي الكوزينه، انا كوزينه عامره وهي كتزيد تعمر. انا اصلا قشوع دائما كنجيب، ولكن هاد المره عندي، وهذا الشيء غير عطاتو لي ماما هاد الطويصات هاد الطويجنات هادو، ديك الطويجنات انا اصلا عندي بحالهم د الفخار، ودابا عطاتني هادو د البديع، وهادي د البويضات، وهاد هادو حمقوني هاد الطبيصلات هادو، وهنايا هاد المواس، شكون اللي كيعجبو يجيب هاد المواس للمغرب؟ انا كيحمقوني هادو في التقطع د الخضره وتقشر د الخضره، كيكونوا ماضيين وصغيورين حلوين. هادو هما هادو هما اللي كانوا عندي هاد الطويجنات هادو، وماما عطاتني داك البويضين. هادي اللي كينزلوا عليها حتى هما الحاجه السخونه، حتى هي عطاتها لي ماما وصافي. انا شريت ما شريت والو في الصراحه هاد القشوع، شريت هاد الطبصيل هذا، هذا شريته من سبته، شريته من سبته من تيبورون واقيله الا ما خفت نكذب ديك الحانوت. وهادي كانت عندي العام اللي فات، وقلت النسبه معاه كنزلهم بجوج بهم في الميسه، كيجي المنظر ديالهم غزال، حيت بحال بحال كيتشابهوا، كيجيو مزيونين في الصراحه حلوين، كنزلهم فوق الميسه ديال الكوميدور، كيجي منظر رائع، كنعمل فيهم بونبونيس والحليوات. هاد المقص حتى هو شريته من تما، كنيت من سبته، و الثمن واقيلا كان غير شي 10 دراهم هذا. وهادي حتى هي شريتها من سبته، هاد القريعه راجلي كيعجبو هكذا، القريعه د الزيت كيكب نيشان في الطوسطاده كتعجبو، عجبتني مزيونه حليوه صغيره، عندي اخرين ولكن عجبتني هادي. وهادي حتى هي ديال البابيل، عاد خرجوا في المغرب، عطاتها لي غير ماما حتى هي، كاع ما شريتها، جبرتها شاريه الراسه وليلي. كيجي فيها البابيل مزيون، الديكور مزيون، هاد البابيل ديال الرويو. والبنات اللي عطل عين المغرب، ما تنساوش رايبي جميله بطبيعه الحال، وطونيك وميريندينا وطاغير، وديكشي تسقط ماروخه ومتوينه بولبورونيس، داكشي وبطبيعة الحال الزيتون جميع أشكاله، والربيع والنعناع والشيبة وديكشي كامل اللي كيطلع طريل، وشي طرابوم اللي كتجي وكتجبروه بحال المد الحلال غزال، أنا هادشي كامل كنجيبو، ولكن كلشي تسالالي بما أن دابا حنايا جينا في شهر تسعود دابا صافي. إيوا ولا عجبكم هاد الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوه مع صحابكم، واللي بقى ما اشترك تشترك، ودعموني بتعاليقكم وتشجيعاتكم، وتهلاو لي فراسكم، وباي باي عليكم.